السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي في هذا الشرح الجديد. طبعا احنا سوينا برنامج سابقا اللي هو تحميل قوائم التشغيل، أكثركم اللي ثبت شاف انه اكو بلاير مشغل صوت ياتوي نفس الاسم واكو كونفرتر. فطبعا الكونفرتر مالته شيء جدا مرتب، تحدد له الملف اللي تريده وتحاول الصياغه بأمور طبعا جدا مرتبة لأقصى حد. طبعا اليوم راح استعرض وياكم، عندي 6 فيديوهات ما تومجي راح احاول ان صيغتي ام بي 4 سلم محطوطات 8 من 2 جي جولد ويف 6 من 2 يو 10 الفيديو كونفرتر 16 من 2 يو 10 راح احاول فراح احاول من خلال البرنامج حتى تشوفون شلون طريقة الكونفرت مالته. طبعا اكو نسخة محمولة حطيتها بالقناة مالتنا على التليجرام، اللي يريد يرسل اياه مثلا عن درايف على شيء فاحنا بالخدمه ان شاء الله. فهي موجوده على التليجرام، والشرح السابق والتحميل فيديوهات من كذا كان احط لكم اياه حتى تستفادوا من عنده اللي ما شاف الشرح السابق. الرائد طبعا اني فيديو داونلودر بورتبل 17 من اني فيديو كونفرتر بورتبل 16 من 2 يو 10 اني فيديو داونلودر كونفرتر برو هو اسمه. طبعا انا ها عندي النسخه المحموله فهسه اقول لكم اني فيديو كونفرتر سيف تو فولدر كونفرت تو فورمات ليست 2. هاي انت اول ما راح تفتح تضغط عليها انتر راح يفتح عندك البرنامج هو الليست، وهاي اول شيء يقول لك اختار MP3 هنا الصيغ AC3 AC flag flag 8 MP3 MP3 خلينا نختار هنا الليست، كل شيء ماكو لا سهم فوق لا جوا لان هي قائمه فارغه. فهنا نضغط ابلكيشن سياق اد فايلز اد فايلز اضافه ملف اد فولدر اد فولدر اضافه مجلد. انا اضغط على اد فولدر Add folder, add files matched. Select a folder to convert. سطح المكتب غير محدد موسع 1 من 1 المستوى 0 فيديو 1 من 1 الصور 4 من 1 فيديوهات الفيديو موسع 10 من 1 راح يقول لك وين تحط الفيديوهات كائنات سطح المكتب توم وجيري 1 من 1 المستوى 6 أساني مختار لتوم وجيري ملفات الفيديو موسع 10 من 11 المستوى 5 الفيديو أنا حاطة كود نزلت البرنامج راح ينزل تلقائي ملفات الفيديو توم وجيري 1 من 1 المستوى 6 أوقف على الفولدر Add files matched مطولي محدد سكان سب فولدرز غير محدد أوكي انتظر شوي. الفيديو كونفرتر سيف تو فولدر كونفرت تو فورمات ليست 2 1 من 6 1 من 6 هنا للاسف ما راح يطي اسماء اتفقت ارقام 2 من 6 3 من 6 4 من 6 5 من 6 6 من 6 تقدر 1 من 6 1 من 6 اساعد على سبيل المثال على اول فيديو سياق ريموف ار ريموف ازاله اذا ما تيده هو يعني مثلا انت تعرف ان رقم هذا الفيديو ما تريده اضفت المجلد ميديا انفو ام ميديا كونفرجن سيتنجز سي اعدادات التحويل بلاي سورس فايل بي Play source. Open source folder. O. Open source. Play destination file. Open destination folder. O. Rename destination file. غير متاح. يقول لك غير متاح. هذا قلت لكم إنه مو قاعد يعرض الأسماء للأسف. Add destination file to iTunes. غير متاح. Remove R. Remove إزالة. فالمهم. Any video converter saved. هنا إحنا. 3 من 6. 4 من 5 من 6 من 6. Do stop. MP3 مطولي. اختار الصيغة الشريط. MP4. هو أول صيغة تيجي بها MP4. يعني مثلا إذا جاك مثلا صيغة MP4 مختلفة وراح يقول لك MP4 عدة جودات FLV WNV WNV جماعة الرفع اليوتيوب Move AVA 3GPP2 3GP AsFast Animated GIF Hillzen 3 MKVMK MP4 for Web MP4 MPEG 1 miles MPEG 2 miles TSTS VOD WebMWeb WTV DVD VOD VCD miles MP3 MP AGOG AC3 AC FLAG MP2 MP2 AGOG Opus, SPX, SPX, Opus. يعني حتى الصيغة مالتها موجودة بيها، يعني قد بي صيغة هو موجودة. SPX, SP, Wave, Wave, MP2, MP2, Flag, Flag, AC3, AGOG, MP3, MP3. طبعا اختصار الوقت حتى مثلا هو صيغ موجودة بي. فندوس تاب بعد ذلك. Though quality 128 kilobit per second. مطولي. لفت اختيار مالت الجودة شي تريد. Medium quality 192 kilobit per second. Though quality 128 kilobit per second. طبعا أقول لكم هو بي عدة خيارات. Medium quality 192 kilobit per second. Low quality 128 kilobit per second. يعني تعتبر منخفضة وشوف شو نقول. Medium quality 192 kilobit per second. High quality 256 kilobit per second. Low quality 128 kilobit per second. Advanced. Advanced اللي هي التغيير بعض الأمور الخاصة. Format settings. Format MP3 MP3. مطولي. وهذه أمور يعني تعتبر جانبية بها أمور هواي متعلقة بمسألة الصوت. Reset. Low quality. مطولي. Codec MP3. مطولي. Channels auto مطولي. Channels القنوات ما قنوات. Sample rate hertz auto مطولي. Sample rate. Bitrate kilobit per second 128 مطولي. Same quality source غير محدد. Okay. Cancel.
الفيديو كونفرتر سيف فهواي بيومني هنا اوبن راح يقول لك المكان اللي تفتح به للاسف ما قاعد يختار مكان الفولدر تحفظ به راح يحول ويرجع لك نفس المكان advanced open automatically add destination videos audio to iTunes غير محدد open هذا مثلا سلط اوبن ما راح يطلع لنا ملفات الفيديو طريقه عرض العناصر سي سي مطوي 9 من 11 ما راح يقول لك انه سي سي مطوي 9 القرص المحلي دي مط سي ملفات الفيديو مطوي 8 من 11 المستوى الثاني هو ملفات الفيديو ما راح يطلع لي سي سي مط ملفات طريقه عرض العناصر توجيري غير محدد 1 من 1 السماي لحظه شريط المعلومات ازرار التنق المواقع شريط العنوان ما سيرش قلب ملفات الفيديو مطوي طريقه عرض العناصر توجيري غير محدد 1 من 1 يعني اي خيار يقول لك انه حدد هذا هنا ما في الفيديو كونفرت سيف تو فولدر كونفرت تو فورمات اوبن بعد ذلك automatically add destination videos audio to iTunes غير محدد شغل الفيديو بعد ما يخلص ما close this window when completed محدد هنا نضغط عليها هي تجي بالافتراض مسافة غير محدد يعني شنو هذا الخيار يقول له سد البرنامج بعد ما تكمل يغلق البرنامج حتى ما يظل مفتوح لأنه يغلق البرنامج يعرف انه هو كمل مسافة محدد do stop convert now convert now تحويلها نضغط عليها stop يقول لك stop طبعا راح يطلع مثل عداد الارقام any video converter save to folder convert to format stop close this window when سطح المكتب any video converter portable 16 من 2 يو 10 خلص الفيديوهات 6 كود ان انا عندي ملف 6 فيديوهات بي هذا الكمبيوتر بس حسب يعني تعرف الجوده الكواليتي حسب بعد عندك عدد الفيديوهات مجدده بي مثلا 6 مو مثل اللي بي 100 و 200 فكل هذا يعتمد على مساله الوقت مالته زاد انه ننصح اللي حمل بالفيديو اللي حمل فيديوهات خلي حملها فيديو افضل لان البرنامج راح يحولها ينزل الفيديو بعدين حول ام بي 3 الله يحطك اياه بالملف هذا شويه تاخر بيها شوف الفيديو هذا الموسيقى سطح المكتب كائنات ملفات الفيديو ملفات الفيديو طريقه عرض العناصر توجيري غير محدد 1 من 1 محدد طريقه عرض العناصر 1 توجيري الحلقه 23 ام بي 3 غير محدد 1 من 12 ام بي 3 واحد توجيري الحلقة 23 MP4 2 من 12 MP4 اثنان توجيري الحلقة 34 HDMP3 3 من 12 اثنان توجيري الحلقة 34 HDMP4 4 من 12 هنا هو كودن الملف مالته HD فيختار يظل HD لكن صيغة تتغير ثلاثة توجيري الحلفي 34 ناقص اثنان HDMP3 5 من 12 هاي مثل ما قلنا بالمسألة الكواليتي بال خصائص اللي تقدر تعدل الشانل ما شانل فهاي الامور كلها لازم تعرف بيها حتى تقدر تعدلها اللي هنا انت الشرح مالتنا اليوم ان شاء الله تكون استفاديتوا من هذا البرنامج طبعا اكو نسخه محموله واكو نسخه سايلنت بقناه على التليجرام واكو كذلك بالشرح السابق رابط على الدرايف راح نحط لكم رابط كله ان شاء الله تحياتي لكم